جرثومة المعدة أو التهاب المعدة ما هو؟ ونتعرفوا على هذه الجرثومة، ونتعرفوا كذلك على أعراض المرض، المضاعفات والعلاج. معك دكتورة غزلان عطار، اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد بتمارا. صباح الخير دكتورة غزلان عطار. صباح الخير لنا جيهان. أهلا وسهلا. صباح النور مستمعينا الكرام. جمعة مباركة بصحيحة علينا وعليك. علينا وعليك جيهان. شكرا. مرحبا بلالا. غزلان عطار، اختارينا نتكلموا على موضوع التهاب المعدة أو جرثومة المعدة. هو واحد، هو مشكل واحد دكتورة؟ نعم طبعا هو مشكل واحد، وهو السبب الرئيسي ديال التهاب المعدة اللي عند الناس بزاف. دونك تنعرفوا عليه ونعرفوا شنو هذا النوع ديال الجرثومة. هذا الالتهاب للجان كيصيب واحد 50% من السكان ديال العالم و 70% من المغاربة، وكاين بزاف في افريقيا وفي دول شمال افريقيا. هو كيعتبر السبب الاول ديال قرحة المعدة، وعنده دور كبير في تكون سرطان ديال المعدة. دونك خصنا نعرفوا بعدا هاد الجرثومة الخصائص ديالها باش نقدروا نفهموا كيفاش هاد الالتهاب كيتكون. دونك هي جرثومة حلزونية الشكل، وهذا الشيء باش كنقولوا جرثومة الحلزونية، هذا الشيء باش جا هاد الاسم. من الخاصيات ديالها انها الجرثومة الوحيدة تقريبا اللي كتقدر تعيش في وسط حمضي، لان المعدة فيها الحامض بزاف. كيفاش كدير انك تقدر انها تخبى في البطانة ديال المعدة؟ وكتقوم بواحد الافرازات ديال واحد المواد خاصه من بينها الغياز اللي كتقدر تحميها من العصاره الحمضيه. كيفاش كتنتقل لهاد الجرثومه؟ العدوى في غالب الاحيان كتتم عن طريق اللعاب، وكتجي في الطفوله، يعني الدراري الصغار من 10 سنين لتحت هما الاكثر عرضه للاصابه. وكتبقى لمده سنوات وهي معشوشه في المعده، 10 سنين 20 عام. دونك الاعراض تقدروا يبانوا عندي 30 40 50 عام، والانسان كيقدر ما يحسش بالاعراض. طيب وسؤال دكتوره غزلان واسمح لي غير بالنسبه يعني للرضع، خصوصا الرضع اللي يعني كيستعملوا الرضاعة يعني او الحليب ديال الفارماسيان، لا الاخر هي الرضاعة، هادو كيكونوا اكثر عرضة لهاد جرثومة المعدة على الوليدات اللي كياخذوا الرضاعة الطبيعية؟ من اي ناحية زعما الرضاعة؟ ان الحليب هو النوع ديال الحليب ولا بما انها يعني تكلمت على انها جرثومه كتخد عن طريق اللعابه دكتوره؟ فوالا هي اللعاب، داكشي باش حنا كناكدوا علاش الطفل، علاش الطفل بالضبط؟ نعم. ماشي عندوش علاقه بالحليب، لا. نعم. لان الطفل كتكون المناعه ديالو ضعيفه في الصغر، وحنا في العدد ديالنا اننا دائما الام راه كتقدر تمضغ الماكله وتعطيها له، ان اللي جا كيبوز الدري الصغير كنعطيوه بنفس المعلقه، وكان دونك هو اول واحد كياخذ هذه الجرثومه. نعم. ما عندهاش علاقه بالنوع ديال الحليب، يعني في اللعاب او لا تنظيف الرضاعه او لا، لا هو نظافه ضروريه للام، حيت بما ان اللعاب دونك الام خصها تعطيه داكشي ديالو بوحدو، يعني تحاول تستعمل ليه الوسائل ديالو بوحدو. نعم. باش كنقدروا نحميو الاطفال. طيب الاعراض دكتوره غزلان عطار شنو كيبان يعني على المريض في هذه الحاله؟ هما الاعراض هي مختلفه في الحقيقه. كاين الناس اللي كيقدروا يعيشوا به بلا ما يكون عندهم اعراض، وكاين الناس اللي كيبداوهم الاعراض، من بينها ان يقدر الانسان يحس بواحد الالم في المعده كتجي الحرقه. كيقدر الانسان يكون كيتقيه، كيقدر يكون الانسان كتجي الدوخه ولا كيحس بالانتفاخ. او كاين الناس اللي عندهم غير رائحه الفم كيهريها، كتقدر تكون القضيه. وكاين الناس اللي كيكونوا ما كيحسوا بحتى حاجه، غير انهم كيقول لك انا ديما شبعان ما كيجينيش الشبع دغيا. وهذا المشكل هذا كيكون ناتج عن عسر في الهضم، دونك المعده ما كتهضمليش بسبب هذيك الجرثومه. اولا كيقدر يكون في الجوع يكون شويه كيتنفخ دغيا، كيقول لك دغيا كنشبع. وكاين بعض المرات كنقدروا نوصلوا ان يكون عندنا واحد الاعراض اللي شي شويه كتدل المضاعفات، بحال دابا الانسان كيكون تيدير نزيف، يا انه كيتقي الدم، او لا كيدير الدم في الخروج على شكل لون اسود. نعم. على كيولي الخروج ديالو اسود. دونك هما الاعراض مختلفه، داكشي باش الانسان خصو ضروري انه يمشي له. نعم. وربما حتى الاعراض يعني كتوصلكم لطرق التشخيص، يعني كتسهل عليكم طرق التشخيص دكتوره غزال عطار؟ طبعا في طرق التشخيص الحقيقه هي كاينين بزاف ديال الطرق. نعم. كنقدروا اننا نقلبوا على هذه الجرثومه في البراز، في الخروج ديال المريض، نقدروا نقلبوا عليها في الدم عن طريق تحاليل ديال الدم. ونقدروا نقلبوا عليها في التنفس، سيتادير واحد التيست ريسبيراتوار، ان المريض كيمشي للمختبر كنحاولوا نقلبوا في التنفس ديالو على واحد الافرازات اللي كتفرزها ديك الجرثومه. او كنقدروا نحتاجوا نديروا المنظار، وفي حق المنظار هو كيبقى الطريقه الادق
لانه كيقوم بفحص المعده وفي نفس الوقت يقلبنا على جبهتهم. دونك على وجه الاختيار ديال طريقه التشخيص المناسبه كتبقى للطبيب. نعم. نعم. هو اللي غيعرف في الفحص السريري شنو هي طريقه التشخيص المناسبه. نعم. فوالا المناسبه لكل مريض، لان على حسب السن، على حسب الخطوره، على حسب الاعراض. كاين اللي ضروري ندير له المنظار ما غنتسناش، كاين اللي لا نقدر نقلب له غير بالتنفس. دونك ديك الساعه الطبيب هو اللي كيحدد الطريقه المناسبه. في حالة تطور المرض الله يحفظ الدكتورة غزلان عطار، عنده مضاعفات أكيد، وهذه المضاعفات عندها خطورة على صحة يعني الواحدة دكتورة. طبعا طبعا، هو داكشي باش خصنا نقلبوا عليها، لأن كما قلنا كيعتبر هو أول سبب في قرحة المعدة. قرحة المعدة ماشي سهلة، كتقدر تصيب المعدة في البطانة ديالها أو لا تصيب ليا الاثنا عشر اللي هو الأول ديال المسار. وكتقدر تعطيني ما تعطينيش القرحه، ولكن تعطيني واحد الالتهاب مزمن واحد المده طويله، لان باش كيف ما قلنا بما انك تبدا في الطفوله دونك راه كتاخذ سنوات ويا عائشه كتاخذ الوقت ديالها باش انها دير لي ذاك الالتهاب. وما نساوش حنا علاش كنقوموا ضروري بالتشخيص ونداويوها ونحميو هذا الشيء، لان عندها واحد الدور في سرطان المعده. ماشي باش ضروري من اننا نقلبوا عليها ونداويوها. نعم، يعني في مراحلها الاولى دكتوره. المراحل الاولى فوالا، ما نبغوش التشخيص. نعم طبعا، ما نتسناوش مسؤول هذه المضاعفات اللي احنا كنهضروا عليها. طيب، الوقايه يعني اكيد يعني كتخفف من العلاج، والعلاج الا كان خفيف اكيد الوقايه هي اللي كتكون نقطه القوه دكتوره غزلان عطار. طبعاً. ما طبعاً. هو يعني نصائحكم بالنسبه للوقايه من هذا المرض هذا وهذه الحاله هذه، وشنو هما العلاجات الممكنه في حاله وقوع هذا المرض دكتوره غزلان عطار؟ طبعا الوقايه كيفما قلنا، دونك الوقايه كتكون قبل ما نصاب بالمرض وما ما نصاب بالمرض. طبعا الوقايه قبل كتكون سورتو عند الاطفال كما قلنا، يعني قبل ما لقينا اننا نبدلوا العادات ديالنا واننا دائما يلحق مشى الاطفال، هذا خصو يكون دائم عندنا في الحياه ديالنا العاديه، كل واحد والفرشيطه ديالو المعلقه ديالو الكاس ديالو، ما نبقاوش نبدلوا بيناتنا الاواني. دونك الطفل الصغير نعرفوا بان المناعه ديالو ضعيفه، دونك ما تبقاش الام مثلا انها تشد البيبون وديرو في فمها وتعطيه ليه، ولا تنضغ الماكله وتعطيها له. دونك كنحميو بعدا الاطفال باش الجيل اللي كتجي كنحميوها من هذا المشكل. داكشي باش في اوروبا في الخارج ما بقاش عندهم بزاف، لان عندهم هذه الثقافه ديالهم. من بعد الانسان تيكبر وإذا كان تعالج زعما باش ما نخافوش عليه انه يعاود، وخا النسبة ديال الرجوع ديال جوتوما كتكون قليلة، ديك الساعة كيبقى بيان سور كنديرو نفس النصائح، كنقرصو يدينا مزيان، كنغسلو الفواكه والخضروات ونحاولو اننا النظافة ديالنا تكون مزيان. بالنسبة للعلاج للناس اللي عندهم هاد الجرثومة، هي الحمد لله ان الابحاث تقريبا كل عام كدير على ود هاد الجرثومة، لان هي عندها واحد القابلية انها كدير واحد المقاومة للأدوية. دونك كل عام تقريبا كيحاولوا يشوفوا واش هذاك الدواء اللي خرج ذاك العام باقي مناسب، واش ما كاينش شي حاجه ما احسن. في السنوات اللي فاتت كانت الادويه كتعطى لمده 7 ايام، مي حاليا من السنه اللي فاتت البروتوكول اللي كنتبعوا هو عباره عن مضادات حيويه اللي كياخذها المريض لمده 14 يوم، دونك زدنا في المده. دونك كياخذها لمده 14 يوم، كنأكدوا للمريض انه ما يحاول ما ينساش الكيما ديالو حتى شي نهار، وكتكون مصاحبه بواحد الادويه اللي هي الانبيتور كومبرخوتون بحال اللي كنا البارح اللي كنسميوها مضادات حمضيه، ضروريه كتكون مرافقه لديك المضادات الحيويه. دونك على الجهه ضروري مع الادويه دائما كيفما هضرنا البارح، الحميه الغذائيه المناسبه ضروري يتبعها ليها المريض، بمعنى كيحاول يحيد كاع الحاجه اللي غطلع عليه الحموضه في المعده، بحال دابا القهوه، بحال الحمضيات، الدهون، الليمون، فوالا، الموندات، الحامض، المونداغين، الحميات كامله تقريبا، نعم كامله، الشوكولات، الحار، الكحول، التدخين، السجائر، فوالا، هذا هو. دونك هذه الحميه ضروريه انه يديرها ليا في الوقت ديال العلاج، وكيبقى غادي بها واحد نمط حياة. نعم فوالا، كيكون نمط حياة. بغيتي تضيفي واحد الحاجه اخيرا لان مهمه في العلاج، مور ما كنعطيو الدواء للمريض شحال من واحد يسحب راسو صافي راه خديت الدواء دونك راه جرثومه مشات، لا ضروري انني نراقب هذيك الجرثومه واش مشات ولا لا، لان كاين النوع اللي كيكون خايب ما كينفعش فيه الدواء الاولي اللي عطينا.
دونك حنا كنعطيو للمريض كيتسنى واحد الشهر وما كنكونوا خدا الدواء وكنمشيو ضروري من نقلبوا على ديك الجرثومه واش مشات ولا لا. كيفاش كنقلبوا عليها؟ سواء كنديروا المنظار على حسب الحاله بالاخص الناس اللي عندهم قرحه او لا كيمشي نقلبوا عليه في داك ديال عن طريق التنفس اللي يقولوا تيست ريسبيراتوار. الا لقينا بان الجرثومه مشات دونك الحمد لله مزيان كنبقاو كنعطيوه غير داك المضادات الحمضيه لواحد المده باش نحيدوا داك الطياب اللي دار في الجرثومه مع الحميه. والا ما مشاش ديك الساعه كنصيفطوا على واحد الدواء اللي كاين في الخارج مع الاسف ما كاينش في المغرب وهو اللي كيعطينا واحد النتيجه الحمد لله اللي كتكون مزيان. واللي كنأكدوا عليه على جهان وكنبغي نمرها هذه الرساله على عن طريق هذا البرنامج ان الناس نعم اللي كيكونوا كيتبعوا الامراض المزمنه نعم. بحال امراض القلب او ديال الديابيت السكري او اللي كيكون عندهم مرض المفاصل كياخذوا الادويه لمده طويله هذوك الناس بالضبط باش يحافظوا على المعده ديالهم ضروري ما يقلبوش فيها هذا الميكروب ديال جرثومه الحلزونيه ويداويوه باش المعده تكون قابله انها تستقبل ادويه اخرى. لان شنو كيطالنا كنشوفوا بزاف الناس مثلا كيشربوا الادويه لمده طويله واحد النهار كتكون المعده كضرهم تماما كتكون عندهم جرثومه وما عارفينش دونك كتولي ديك المعده ما قادرش تستقبل دوك الادويه اللي هي ضروريه للحياه ديالهم. نعم دكتوره دونك داكشي باش كناكدوا على هذه القضيه. شكرا لك دكتوره غزلان. شكرا لك عطار اختصاصيه في امراض الجهاز الهضمي والكبد بتماره. خليناك على خير. جمعه مباركه. Thank you.